هذا الوقفة هذه درناها من بعد ما ولا كلشي كيتعسف علينا بهذا المصطلح. داروا السيارات ديال لوكاسيون تحطوا قدام المحطة، يعني السائق المهني اشنو غادي يهز؟ لدرجة اننا ولينا كندوزوا مع بعضياتنا بحال البرد، كثرة الكسيد، كثرة المشاكل، الزبائن كيتشكاو. ولكن كاينين بعض الناس اللي كيبغيو يوسخوا لنا السمعة ديالنا. كنقول لهم ماشي حنا اللي كنعطيو بيرمي كوفيونس، ما كايناش مراقبة، يعني الدولة كتشوف غير 2000 درهم تكوين سير، حنا بغينا تكون مراقبة وحنا مع القانون، وبغينا هاد المسؤولين واحد التفاتة اللي تكون بسيطة اتجاه لهاد الناس ديال هاد الطاكسيات. لا لضرب الرزق السائق. والسلام عليكم. الموضوع ديالي المهم راه تكلم فيه السي الكاتب الإقليمي ديالنا السي عز الدين الهندا، ونتمنى واحد التفاتة اللي تكون صغيرة. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا، حنا ماشي فوضويين وماشي مزعجين، لأن واحد العدد كبير تبارك الله عندهم نيفو. بصراحة بهذا المفهوم ما عندنا لا وزير الصناعة لا والو، كاين على النقل، كاين وزارة النقل هي اللي كاينة، كل شيء يجي لها. احنا عندنا مشكل مع الخطافة، عندنا مشكل مع التريبورتور، لدرجة أن واحد السائق مهني كان دير واحد كلاكسون شبه ديال الأمن، ولكن هو مدير مخالفة. احنا فين كاين عندنا المشكل؟ علاش ما يشدوش التريبورتور حتى هو؟ الخطافه في واحد المنطقه ديال فرح السلام غزات المدينه، ودائما تيجيونا بواحد المبرر هو انه كيقول لك حتى يطلقوا الطوبيسات ونشدوهم. لا، ما بغيناش يطلقوا الطوبيسات، حنا بغينا القانون، حنا مع القانون. معك عز الدين هندا الكاتب الاقليمي للنقابه الوطنيه لسائقي سيارات الاجره المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. بعض المضايقات اللي تلقاها السائقين المهنيين من طرف رجال الامن، والطريق الضيقه اللي هي السبب الرئيسي يعني في هذا المشكل بين رجال الامن والسائقين، وحتى بالنسبه للباب الخلفي ديال 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 لاكار اللي ولاو يعني المساعدات ديال المسافرين ولاو موزعين، شي تيخرج منا شي تيخرج من لي، ما بقاوش الخدمات متوازيه. نعم. بالنسبه للباركينغ واش عندكم نتوما عاطينكم حق هنايا ولا الله؟ ما هنا في هذا الباب هذا ما عندناش باركينغ، في هذا الباب الموازي لبو احمد ما كاينش باركينغ بالنسبه لسياره الاجره، كاين في الاخر. وكيف ما سبقت ليا وقلت على ان حتى المسافرين ولاو مقسمين، ولا كاين يعني الاغلبيه تيخرجوا من هذا الباب وتيبقاو الطاكسيات من اللي واقفين غير بوحدهم. كانوا اليوم في هذه الوقفه هذه كانوا عندنا واحد جوج رسائل بغينا نوصلهم للسلطات المحليه. الرساله الاولى على اساس ان الطاكسي راه تيخلص الضريبه ديالو، فما يمكنش ان حنا تنخلصوا الضريبه ديالنا ما عندناش فين نوقفوا، والشركات ديال 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 كراء السيارات تعطيهم السلطات المحليه بلايص حتى هما تيخلصوا الضريبه، وربما الطاكسي راه تيدخل للدوله اكثر ما غيخلصوا هاد الشركات ديال كراء السيارات. والرساله الثانيه بالنسبه لرجال الامن على اننا راه حنا راه ما كرهناش اننا تكون الطريق واسعه، وتا حنا راه ما نزيروش الطريق، نجيو حتى حنا ونوقفوا ونحطوا الناس ولا نهزوا الناس ونمشيو بحالاتنا، ولكن راه الله غالب. الا درتي واحد الصوره يعني للطريق المسافه ديالها زعما ما فهمتيني، راه ما يمكنش يدوزوا منا جوج الناس وتحط المسافرين. وثانيا حتى الا بغينا نمشيو في المنظور ديال اننا نحطوا الناس بعاد، فراه ما يمكنش واحد غادي ينزل ليه يعني واحد المسافر ينزل ليه بالشنط ديالو ولا عنده وليدات وغيضرب هذه المسافه كامله حتى لهذا الباب هذا باش يمشي. الا انا من الزبون من حقه انه مشى الطاكسي الا خصو يقرب للوجهه ديالو. ورحمة الله وبركاته. سبب الوقفة خويا أننا ولينا كنتعرضوا للتعسفات يومية من طرف رجال الأمن. أنا كنحييهم من هذا المنبر هذا، كنقول لهم تحية لكم خالصة من القلب، ولكن علاش التعسف؟ علاش يوميا أنا كنجيب كليان كنبغي نحطو ونزيد بحالي، وإذا بيا أنني كيتعرض لي كيقول لي الرخصة ديالك الوريقات ديالك، كنعطيه الوريقات ديالي تكيولي يقول لي ما عندكش الحق توقف هنا. إيه من انا ما عنديش الحق نوقف هنا، هاد كازا فوياجور لا شحال الى الجبيبان، سدوا هاد الباب هذا، سدوه ونطلعوا الباب الاخر اللي فيه المحطه وحنا معاهم. حنا يديروا معنا القانون حنا نديروا معاهم القانون، اما مخلين داكشي مهيع راه غادي يبقى ديما داكشي مهيع. زائد النقل السري، انا كنشوف افريقي عنده كليوكات كاريها من لوكاسيون، وانه كيمارس النقل قدامي كيز لي الزبائن من قدامي وانا كنشوف، واش انا بوليسي غادي نبراكيه؟ راه خاص الامن يدير خدمته. انا نعطيهم النقاط البؤر
السوداء عندك مارشي السينيغال فرح السلام بولفار دانفا يوميا اننا كنتعرضوا لهاد سميتو التعسفات لا من طرف الامن ولا من طرف الموالي المواطن ولا يعني ولا السائق المهني ما كيجيب نهارو الا بواحد المشقه الانفس يعني ولينا بهاد العباره كنجيبوها من فم السبع وهذا الشيء كامل ولات عندنا واحد الصوره اللي هي سلبيه انها كتنعكس علينا كيقول لك موالين طاكسيات انتم موالين طاكسيات واش هاد مول طاكسي يهودي راه مول طاكسي توا غير سائق مهني على قد حاله خدام على وليداته هاد وليداته اللي كنعتبرهم انا هما الاخرين انه كيخدم على مول لاغريمو مول السياره يعني المستغل كيخدم على المازوط ثالث حاجه يعني هو كيبقى رابع حاجه واش يشيط ليه ولا ما يشيط ليه وتحياتي لكم الاخوان والسلام عليكم ورحمه الله.